السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، كنتمنى من الله كلشكم بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. في هذا الفيديو انطلقنا لكم من واحد الحي في الشيخ الضاوي. كل مرة ونحاول ناخذ لكم واحد الزاوية جديدة، نقطة جديدة في مدينة تمارا، ونقربكم ان شاء الله من اخر المستجدات. في هذا الفيديو هذا غادي نهبطوا لشارع الحسن الثاني، الطريق الوطني رقم 1، ولكن غادي نهبطوا من جنب المقبره اللي كيعرف الجميع هنايا وكاين اللي ما كيعرفهاش. المقبره اللي جات كتواجد هنايا في الحي الصناعي واللي ديجا راها عامره هي هذه اللي هنايا. كان واحد الوقت الناس ساكنين وسط المقبره، اش نقول لكم، المستعان. هاد السور البيض كله مقبره الاخوان، هاد السور البيض كله مقبره، وتقريبا المقبره راه ما يزيد الى واحد 20 ولا 30 عام دابا تقريبا، باش حابس الدفين فيها. غادي نطلعوا على الطريق الوطني رقم 1 وغنشوفوا شنو الجديد، واش كاين شي اشغال. الناس انا ولاو كيحطوا السيارات ديالهم خارج الطريق باش ما يطروش على السير العادي ديال الطريق، في انتظار ان شاء الله تسالي الاشغال، في انتظار نشوفوا الصوره النهائيه. هانتوما انا الطريق راه انشير ديال الاخوان على اليسر، وعلى اليمين واللي من ممنوع الوقوف والتوقف. بشويه اخويا بشويه، الطريق راه ماشي ديال 60 ولا 70، هذا بشويه. كنتمناو من الطريق تكون توسع على هذا النيفو، هذا تكون شي حاجه زوينه. الناس بداو كيستعملوا الممر هنا، كنشوفوا اللجنه، كنشوفوا اللجنه اللي كتكون مع السيد الوالي اليعقوبي حاضره في شارع الحسن الثاني. وكنتفقد اخر تطورات في هذه الاشغال هذه. اللهم بارك اللهم بارك، اشغال صراحه اللي غتغير من المعالم ديال مدينة تمارا. الناس اللي غابرين على مدينة تمارا واحد العام ولا عامين عاد غيرجعوا ليها، غيجيو غيلقاو مدينة واحدة أخرى ما غيفهموا والو، ما غيفهموا والو، ربما غيستأنسوا شوية مع الفيديوهات، لكن ملي غيجيو يشوفوا الواقع شنو تبدل فغيتفاجئوا بزاف. هذا هو اللي كاين. اللحظات وصلنا للمدخل الشمالي ديال مدينة تمارا. هنا شارع سهل الرون اللي عرف اشغال مهمة، وهنا على اليسار الطريق اللي كدير مركب الامير مولاي عبد الله، والاتجاه اللي غادي نقلبو فيه دابا هو اللي كيدينا مباشرة. المركز المدينة ان شاء الله. كما كتشوفوا معنا دائما مشاهدينا الكرام الاشغال على قدم وساق. هنا الطريق الوطني رقم 1 شارع الحسن الثاني قدام الحي الصناعي. تغييرات كبيره ما شاء الله، العمليه ديال التشجير متواصله امام القنطره المؤديه لولاد القاع الغربيه. ما تبقاش شي حاجه تبان الاخوان من هنا. تغييرات كبيره هنا في شارع حسن الثاني. من
نشوفوا اللجنه اللي كتكون مع السيد الوالي اليعقوبي فهاد اللحظات واقفه كتهضر على الدريجات اللي غيكونوا من الهبطه جهه المقبره، الدريجات اللي غيهبطوا للطريق مباشره هنايا. وكنقولوا للاخوان السائقين يردوا البال مع الممرات ديال الراجلين اللي غادي يداروا، لان الناس كيجريو بزاف في الطريق. ديما كندخل لكم الطريق بحال طالع، وكنقول لكم الا بغيتو تكملوا الطريق غتكملوا، هاد المره غنمشيو من الطريق عادي غادي للسونتر، كنبقى شاد لي من ديالي وكنقضيو الغرض. الاشغال في كل مكان، هذا هو اللي كاين الاخوان. هنايا حطوا لينا دوزوا لينا التيوات ديال الضو، دوزوا لينا هنا التيوات ديال الضو. اي ديك الشعبه الاخوان اللي هضرت عليها راه جا شي واحد ضرب فيها زعما باش يهبط الساعه والو، نتمنى يجيبوا شي ليمون ولا شي حاجه باش يقطعوا، داك الشيء صعيب يقدر يتسبب شي كارثه هنا تحت القنطره. شوف تبارك الله الطريق هنايا كيفاش ولات. انا ولا عندنا مدار جديد، طريق جديد لتغيير المسار أقصى اليمين في اتجاه شارع محمد السادس مركز المدينة، شارع مولاي رشيد في حلة جديدة في انتظار استئناف الأشغال في الجهة الجنوبية إن شاء الله. إلى هنا مشاهدينا الكرام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.